انا مش عايزه حاجه من حد، وكمان مش عايزه حد يقعد معايا. يا ريت تتفضلوا كده من غير ما ترد، كل واحد يروح لحاله. وانتوا منك ليها؟ من هنا ورايح لا عم ولا عمه ولا مرات عم، مالكوش في الدنيا دي غير ربنا وعبد الله ولا وبس. خبر ايه؟ تحت موتينا واحنا لسه فينا النفس. ما اسمعش صوتك يا وليه، انت والعقربه اللي معاكي دي. تصدقي بالله؟ لا اله الا الله يا عبد الحكيم. محمد رسول الله. انا لولا ماسك نفسي كنت حشيت راسك انت وبناتك. ليه؟ بهايم ولا فراخ؟ وبنتك اللي مشيت برضك حقتلها. قسما عظما يوم ما تفكر تلمي الشعرة من بناتي لكن مولعة فيك وفي دارك وفي عيلتك كلها يا عبد الحكيم. سمعتني يا عبد الحكيم؟ هتسوي راسك براسي يا كريمة؟ أنا بتحداك يا ولية لامي اللي زيك تقول يا حيطة داريني. ما تخفي بقى شوية، ساكتنك من الصبح عمالة تقوميها حريقة في إيه؟ شفت؟ عشان ما أقول لك ما فيش رباية ما تقوليش ظلماهم. يلا يا أخوي، يلا يا أختي، كفاية قلة قيمة ونجاسة. النجاسة دي تطلع منك أنتِ يا بارجة يا عرة النسوان، ياللي مش لاقية كلب بلدي أقرب يشمك ولا يعبرك. قلتي إيه بقى؟ شايف؟ أنت سبب في كل ده يا عبد الحكيم. مش ناقص كمان غير إنك تضربيني بالشبشب. أنا مش قاعدة في البيت ده ولا دقيقة. ولا أنا. بالسلامة والقلب دعيلكم. اللي عملتيه ده مش هيعدي على خير يا كريمة. هتعمل ايه؟ هتضربني بالنار؟ اسمع بقى لما اقول لك، لو كنت بتعمل كده عشان ما نطالبش بحقنا يبقى الباب اهو يفوت الجمل ومع الف سلامه. حقي وحق عبد الله وحق بناتي هناخده من حباب عينيك يا عبد الحكيم. ملكوش حق عندي. لا لينا، ولينا كتير قوي يا عمي. احنا عارفين اللي لينا بالمليم، واوعى تكون فاكر ان احنا بنات مش هنعرف ناخد منك حق ولا باطل. انت تبقى غلطان. ايوه طلعوا اللي في جيفكم يا بنات اخوي. لا ليك كلام معاهم ولا عليهم، كلامك يبقى معايا انا وبس. الكلام خلص خلص. انت بقى لسه تلميذ ولا كبرت؟ بتتريق اجي مش كده؟ لا بس حبيت افوقك شوي. لا انا فايق كويس قوي، بس انت بقى خدي بالك عشان انا صحيح ابان لذيذ ولطيف بس طريقي كله نجر. ماشي يا سكر. الله حلوه قوي سكر دي. تعرفي ان انا كان نفسي حد يدلعني من زمان. ده انت قديم قوي. طب ما تعملي صيانه وتعيدي البرمجه يمكن تكتشفي اللي محدش اكتشفه. ده انا هفضح امك النهارده. ايه ده؟ انت مين؟ هات اللي خدته. يلا خدت منك يا بنت انت. يلا غوري. اغور ايه؟ ده انا جايه بقى النهارده ومشعشعه معايا، اوديك في 60 داهيه. روحي على شطره شوفي مين ضحك عليكي، ما ترميش بلاكي على الناس. انت عايزه ايه؟ روحي اطلعي بره. لا انا مش هطلع بره غير لما اخد حقي منه. حقك في ايه؟ ما تقولي حقك في ايه؟ انا خدت منك حاجه، ليكي عندي حاجه، ولو ليكي عندي حاجه بتاعت ايه؟ تمن ايه يعني؟ فهميني عشان ابقى فاهم والناس كلها تعرف. اه يا واطي انت كده بتغلطي وهتودي نفسك في 60 داهيه. بس انا عشان ابن ناس ومحترم مش هعمل معاكي الصح. اتفضل يا شاطره، انا برضو قلب ابيض وطيب وعارف ان الفجر والحوجه
يعملوا اكتر من كده. هي مش غلطتك انت، غلطت انا، بس خليك فاكر عملتك دي علشان وحياة ابوك ما هعديها لك. احنا كنا بنقول ايه؟ اصل مصر دي غريبه قوي يا مدام دليدا. معقول في ناس بترمي بلاها على البلاء مين كده؟ طب وحياتك انت، انا عمري ما شفتها ولا عرفتها ولا ليا اي علاقه بيها. دي حاجه غريبه قوي والله. تعرفها من امتى يا مدام دليدا؟ بقول لك عمري ما شفتها ولا عارفها ولا ليا اي. بقول لك تعرفها من امتى؟ من شهرين بس. شهرين؟ يعني مستجدة يعني. وانا فاتحها مدرسة. هو انت عايز تاكل وتشرب ما تدفعش الحساب؟ حد قال لصاحب المحل ان ما ياخدش فاتورته اول باول. هو الاكل الاول ولا الحساب؟ يا مدام دليدا في حاجات كده لازم تتحسب وتتظبط عشان ما تخسريش. يا لهوي، تصدق زي ما يكون قاعدة قدام عبد الحكيم بالظبط. واه واه، انا ابويا عليه فلوس ولا ايه؟ لا يا حادق، هنا الدفع قبل الأكل. نظام حلو برضك. يا مراري الطافح، ده الغلب ده، ده هيفضحونا. بس هقول ايه، احنا اللي غلطنا وسبناهم كده على حل شعرهم. ايه بنات، ولا همهم حاجة ولا في مخهم حاجة خالص. طب قسما بالله وحياة المصطفى، الهي دمي يسيل زي النيل وما حدش يعرف يلمه. أنا شفت البت وهي في حضن الواد. خلاص كفاية منك ليه، كفاية. ما خلاص، عشان أنت طول الوقت تغلطني وتقول إني غيرانة من كريمة. طب صح أنا غيرانة، فوزية كمان غيرانة ليه؟ شفتي يا أخويا لسانها؟ شفتي لسانها اللي عايز قطعه؟ شفتي كيف بتفكر؟ ودلوقتي يقولوا إن أنت كنت عاوز تقتل البت بعد ما شفتها مع الواد، وألف من هيصدقهم. إلهي ما توعي يا كريمة، إلهي ربنا ياخدك انتي وبنات الجدر يا كريم. يا رب. جمانة، ايه رأيك في التقرير اللي كتبه قسم التسويق النهاردة؟ انا شايفة ان القسم ده كله لازم يتغير. فوره. حرام عليك. ايه حرام عليك؟ التقرير مش منطقي خالص، ومش بتاع ناس عايزة تشتغل. احنا عاملين احسن قرية سياحية في مصر كلها، والاسعار اقل من اي مكان تاني. يعني مفروض ان المندوبين ينزلوا ياكلوا السوق اكل، مش كل اللي يجيبوه 10%. بس هقول لك حاجه، انا من بكره هنزل بنفسي وهوريك هقدر اعمل ايه، عشان تعرف ان انا مش متجنيه عليهم. شايف يا عم مروان، جوانا بقت بيزنس وومن قد الدنيا. والله بقت خايف تشوفني اسوي كام وتبيعني. ولا مليارات الدنيا تيجي جنبك حاجه يا سليمان. انت مش عارف انت ايه. ايه؟ انت الراجل الوحيد اللي عرفته في حياتي عارف هو عايز ايه. أما الراجل اللي مش عارف هو عايز إيه، يبقى صدقني مش راجل. ولا إيه؟ مراتك بنت عمي. ألو. أيوة يا زينة، في إيه؟ عمي في المستشفى. طب طيب ما تخافيش يا زينب، أنا جاي أنا جاي، ما تخافيش. إهدي إهدي إهدي. خير يا مروان؟ في هو عمك حصل له حاجة؟ معرفش، لازم نروح له دلوقتي. طيب احنا لازم نيجي معاك. يلا نروح معاك. استنوني اجيب الشنطة بس. اوكي يلا.